تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني صديق ولا رفيق ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر مع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا برا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر خليك الحين مع السلامة طمنيني يا أمل كيف فهد الحين بعد في غيبوبة أنا بدخل أشوفه راجع لك يا أمل راجع لك لي معك كلام ولازم تسمعي للنهاية وفر كلامك لنفسك Thank you.
جالسه تجينا هالمصايب كل يوم. اسال نفسك وانت تعرف الجواب. ولدي امجد وين؟ وين امجد؟ امجد موجود برا عند امل. بروح اشوفه وبجي اطمنك عليه. لما تفوق انت بالاول. ايش يعني؟ تصرفاتك الطايشة زادت عن حدها، وهذا الشيء ما اسمح به ابدا. احترم نفسك. احنا في مكان عام الحين، ولا كان لي تصرف ثاني معك؟ هي كلمة واحدة. سيارة شيخان ما أريدها تدخل بيتي، ولو شفتها بحرقها بدون تردد، وحمل صاحبها تهمة السرقة بدليل دخول السيارة في البيت. وليش كل هذا؟ علشان أجالك؟ أرجوك يا عيسى، أريد سيارة من سياراتك. لا لا وألف لا يا عيسى، عمري ما راح ألجأ لك. وشيخان بيجي الحين عشان ياخذ سيارته، واموري عارفه انا كيف اديرها. هذا اول الغيث يا استاذه امل. هناك انترست. با خير، فيش تفكر؟ افكر؟ لا لا ما جالس افكر، انت شايفني افكر. اذا ما تفكر ما هالقلب اللي هناك انترست، وانت حتى ما عندك خبر. انترست؟ ايوه انترست. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله استغفر الله. انت كانك تعبان، خلينا نروح البيت علشان ترتاح. قول خلنا نسير نعصر هذا الورد. خلا يلا يلا. في شيء بخصوص فهد؟ ما في شيء، لا بخصوص فهد ولا بخصوص زينب. بخصوص زينب احنا لازم نخبر اهل البلاد علشان يساعدونا، لانهم هم ادرى بواديهم وبلادهم. اول ما يفوق فهد من الغيبوبة اللي هو فيها انا بتصل بخالي ناصر علشان يكلم اهل البلاد يلاقونا عن سبة الجماعة، وهناك بنكلمهم عن موضوع زينب. هل وعسى ان حد من الشباب هو رايح يجيب نمت او بوت يشوف زينب في طريقه؟ عسى ان شاء الله عسى. عرفت ايش تريد تقول. الحين بتصل بخالي ناصر وبكلمه في الموضوع. ايوه عيسى، لكن
في شيء ثاني تريد تقوله؟ لا لا ما مشكلة. بروح أشوف محمد إذا كان بيجي بكرة ولا بعد هو متردد. عن إذنك. تفضل. رد على أخوك. أحمد اتصل في أوقات غير مناسبة، وأنا وأنت نعرف ليش اتصل. أكيد بيقول أروح أشوف البيت. بس الواجب إنك ترد علي يا محمد. يمكن يريد يخبرنا شيء عن زينب. هذا هو بنفسه سكر. أرجوك محمد، أنت اتصل فيه. يا منيرة، إذا في شيء ضروري بيتصل مرة ثانية، وإذا ما اتصل تأكد إنه ما في شيء. خلينا نمشي. قلت لك فات الأوان يا أخ أحمد. يا أخي أنا أعطيتك أكثر من فرصة، أنت صار لك أكثر من سنة جالس تماطلني، وأنا ما كان قدامي غير أني أحسم الأمر بشكل نهائي، وأنا خلاص تصرفت حسب القانون. إيش يعني حسب القانون؟ إيش؟ ما عارف يعني إيش معنى حسب القانون. شوف الأوراق اللي معك وأنت بتعرف. مع السلامة. أحمد، بغيتك في موضوع. أجل كل مواضيعك الحين. بس الموضوع اللي عندي ما يتأجل. أمل، ما شايف الحالة اللي إحنا فيها الحين؟ كنت تريد تقولي لأحمد أن عيسى هو اللي اختطف زينب، صح؟ مع أني عاملها مثل أختي الصغيرة، لكنها تتطاول علي في الكلام. نسيت أنها عايشة في بيتي
وتاكل وتشرب من خير. حتى انا ما صدقتها، حسيت انها تريد تنتقم منك في شيء. اكيد ما في شيء حصل بينك وبينها؟ لا ابدا، ايش ممكن يكون بيني وبينها يعني؟ بس انت في لحظه اظن انك صدقتيها، مثل ما صدقتي كلامك انه حنان هي اللي اختطفت زينب. دكتورة طمنيني يا دكتورة، كيف فهد الحين؟ الحمد لله فهد بدا يفيق، وديني عنده اشوفه، بس المريض يحتاج العلاج. الله يخليك دكتورة، بشوفه شوية وبطلع. خلاص راح تشوفيه، بس بشرط بدون ازعاج. ان شاء الله، وديني عنده. العمل سيدي، لا تفقد الامل بسرعه، بعد الوقت صالح، بس احنا وشطنا الوادي كله وما في اي اثر لزينب. اذا الحين لازم نبحث في الاماكن القريبه من الوادي، يعني نتوغل جوانب الوادي، من ناحيه المزارع من جهه، ومن ناحيه الجبل من جهه ثانيه. اجمع الشباب وقسمهم بمجموعتين بسرعه. حاضر سيدي. مجموعه الاولى تفضلوا معي. مجموعه ثانيه تعالوا معي. انتوا لغاية الحين بعدكم ما حصلتوها؟ يا ربي. زين تعالوا انتوا المزرعة وبنصير سبت الجماعة وبنخبر الناس. ها؟ لا 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 تخاف لا تخاف، احمد ما قايم يعرف شيء. يلا احرسكم انا. الساعة 4:30 تعالوا. يلا مع السلامة. Thank you.
وصلني البيت يا عيسى. بعده بيكون بيننا كلام ثاني، واعتقد ان من المناسب الحين ان نفتح الموضوع السابق اللي كان بيننا انا وانت. ايش فيش؟ ايش كانت تريد منك امل؟ او انت ايش كنت تريد منها؟ والله ما اعرف، هذه اختك كل ما تشوفني تقول لي اريدك موضوع. وايش هذه المواضيع اللي بينكم؟ تكلم يا عيسى. بصراحه مثل ما قلت لك ما اعرف، كل ما تشوفني تقول لي اريدك موضوع، يا تدخلي انت علينا او يجي احمد وتسكت. ايش يعني؟ اكيد ان الموضوع اللي تريد تكلمني فيه يخصك انت او يخص احمد، بس تأكدي أول ما أعرف بخبرك. المهم يا حنان خلي بالك من نفسك ومن الجنين اللي في بطنك، هذا مولودنا الأول اللي انتظرناه من سنين. أريد أرجع البيت. بس ما يصير يا حنان، أخوش أحمد وأولاده في المستشفى وما عندهم سيارة، لازم أرجعهم. أنت ركب السيارة وارتاحي، ومن نخلص بنجيك. يلا ركبي. خير يا عوض. أريد أقابل أستاذ عيسى. ما موجود، وإذا كنت تسأل عن استقالتك فهي عنده في مكتبه. بيجي المساء؟ الله أعلم. دكتورة كيف فهد الحين؟ اطمن فهد أحسن. بخير الحمد لله، ما في اي شيء. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عشان صدقني لما قلت لك اني ما صدمته، والله العظيم ما صدمته. هو اللي طلع من البيت ودخل على الشارع بسرعة. مع ذلك اقول لك ان السرعه ما منها فائده. بتفكروا انكم لما تسرعوا في الشوارع بتتسابقوا بطوله ولا رجوله، هذه فيها خراب بيوت. صح كلامك، بس انا والله عارف انك بتقول انك ما صدمته وما كنت تسرع، بس خلي هالنصيحه في مخك على طول. يلا تفضل الحين. تفضل؟ تفضل وين؟ وين تفضل يعني؟ المستشفى؟ تفضل روح بيتكم. يعني خلاص؟ أقدر أروح؟ ترك ما تقول إنك ما صدمته وما كرهت؟ والله العظيم ما دعمته، والله العظيم ما دعمته. إيش فيه؟ ما في شيء، خلوا الرجال يروح بيتهم. أنا بعد ما أطلع. فهد بخير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أحسنت. مشكور. Thank you.
فهد حبيبي، الحمد لله على السلامة. سلام على عمتك. تعال عمو، عمو تعال. تعال يا بطل. أوي كيف حالك؟ يلا تحركنا. يلا قوم مجد. ما تجي معنا؟ لا أنا أنتظر شيخان يجي أخذ سيارته. يلا يلا. ومن هذا شيخان اللي جالسة تنتظريه؟ هذا مجرد موظف عندي في الشركة، ارمي له سيارته هنا وخليه هو يتصرف. لا أنا لازم أسلم السيارة لصاحبها مثل ما استلمتها منه. عيسى لو قلت لك اني موافقة على طلاق اختي منك واني موافقة اتزوجك بترجع زينب بدون مشاكل. اعتقد اني كبرت بما فيه الكفاية من انه تضحك علي وحدة مثلك. وين تكون خبيت زينب يا عيسى؟ وين؟ تنبض بصدري بدا القلب الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدا القلب الهموم تسري بعروقي لواهي السموم يا براد كتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم كتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح أهم ضيعوني ودروني لا صديقوا لرفي ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديقوا لرفي ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور